بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا من نصيب الشكر لك يا كريم يا عظيم. أنت الذي قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فنحن ندعوك يا مجيب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أمن هو، نأخذ الآية 9 من سورة الزمر لجروب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. كل أحوالنا نحن في عبادة وذكر، يعني إحنا في قمة السعادة الدنيوية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة. إحنا لنا ليس من نوع نأمن مكر الله. الله قال شيء كان أتيناه كما قال، فلنا الأمان. وإن لعبنا الشيطان لا قدر الله فلا أمان لنا، وإحنا ضعاف نريد الأمان ممن بيده كل الأمان. وقائما يحضر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا علم لكم إلا في الظاهر، حسب أوهامكم وحسب هذياناتكم وهدائاتكم. فوديلير اي فو بسيكوز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. القاعدة هذه، الختمة هذه متاع الآيات في 3 مواقع في نفس السورة، سورة الزمر. نعود إن شاء الله تعالى. رب الإنس والبشر.